حينما يفتح الزمالك الباب للاحتراف للاعب الجمهور غضبان وبيقول انه يا جماعه امام عاشور ده قلب نادي الزمالك، امام عاشور مركزه كخط وسط لا يمكن الاستغناء عنه، فالناس زعلانه ان امام عاشور رايح، وكمان زعلانه وشايفه ان المبلغ كمان 3.5 مليون دولار ده رقم قليل، رايك ايه؟ ما هو ده بقى نوضحه من خلال المستندات. انا كنت ارسلت للزملاء في الاعداد عقد امام عاشور لو نقدر نستعرضه. نشوف عقد امام عاشور المتوثق مع نادي الزمالك اللي يعني ارسلته عند حضرتك ينتهي بنهايه الموسم المقبل، ده العقد المتوثق، ده عقد نادي الزمالك مع امام عاشور في الاتحاد المصري لكره القدم. العقد ده بيقول يا استاذ لميس ان خلاص امام بعد فتره او اخرى هيكون لاعب فري والزمالك مش هيقدر يستفيد منه ماليا او فنيا، لان كمان كان حصل جلسه تفاوض كان في طلب ان اللعيب عايز 20 مليون جنيه في الموسم، امور كثيره ومفاوضات لم تنتهي الى تجديد التعاقد. فبالتالي الزمالك ارتأى ادارته انه من الافضل انه يتم استفاده باللاعب، خاصه انه مش هيجدد عقده، خاصة ان بس هو كان لسه أدرى فاضل له ايه سنة ونص مش كده يا عم؟ بالتأكيد يا استاذ لميس كان متبقي في العقد سنة ونص، ولكن يا استاذ لميس هو خلاص اللعيب طالما لعيب الكورة طالما من جواه كده قرر ان هو عايز يمشي، فصدقيني مهما حصل خلاص الرغبة طالما موجودة تمام. هينفذ القرار في وقت او في اخر. الرقم بقى مناسب ولا مش مناسب؟ هو ده سؤال تاني استاذ لميس. الرقم بالنسبه لنادي الزمالك في الوقت الحالي مناسب للنادي وادارته في حل بعض المشاكل الماليه الخاصه بالفريق او تدعيم الفريق. الرقم بالنسبه للزمالك كمان فيه ميزه، يعني معلومه مهمه يعني ما اتقالتش، ان الزمالك هيحصل على تلك القيمه دفعه واحده. فبالتالي الزمالك شايف ان هو لما هيتحول له دلوقتي في الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه في جلسه عشان يعني اداره نادي الزمالك تمضي التعاقد، لان التعاقد تم توقيعه بالامس من قبل امام عاشور في حضور كابتن اسامه نبيه، ولكن الطرف الاول في التعاقد اللي هو نادي الزمالك، يعني امام مضى عقده مع نادي ميتلاند، الزمالك حتى الان لسه بيوقع العقود، مفترض يوقعها خلال الساعات الجايه في التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه مع حضرتك ده، يكون اداره الزمالك بتوقع. هو انا بالنسبه لي العقد بس في مشكله واحده يا استاذ لميس، بالنسبه للقيمه الماليه انا شايفها في الوقت الحالي هتفيد الزمالك، بيخسر لعيب مهم فنيا، بيخسر لعيب مهم فنيا.